بسم الله الرحمن الرحيم، بنش محاضرتنا اليوم وهي المحاضرة الأخيرة في فصل الكارديو باسكولار سيستم بارت 2 دي بلاد. هذه المحاضرة راح نحكي عن the human blood types. What are the human blood types? Learning object outcomes اللي احنا راح مطالبين بها انه explain what determines the blood types in human, predict the compatibility of blood types for a transfusion, summarize the role of Rh factor in hemolytic disease of the newborn. Human blood types. The term blood type refers to variations in the surface proteins that are found on the surface of red blood cells. إذا اختلاف النوع بروتين موجود على سطح خلايا الدم الحمر هو اللي يحدد ال blood type، هو اللي يحدد نوع الدم. These proteins play an important role in blood transfusions or blood transfer of blood from one individual to another. إذن هاي البروتينات الموجودة على سطح الـ RBCs تلعب دور مهم في عملية نقل الدم من شخص إلى آخر. على مود زين، أنا أنقل الدم بأمان وبدون ما أخاف من المشاكل أو الـ complications of blood transfusion. زين، إيش لازم أسوي؟ لازم أسوي blood typing، يعني لازم أعرف فصيلة الدم مال الشخص المتبرع والشخص اللي راح ياخذ الدم. اذا ما عرفت فصيلة الدم وكانوا من فصيلة الدم مختلفة، زين، ممكن بهالحالة ايش راح يصير؟ راح يصير agglutination. الagglutination يعني clumping of red blood cells. زين، لما انقل الدم from different people، زين، وهذا الدم راح يختلط، راح يصير agglutination. زين، blood typing usually involves determining the AB O blood group and whether the individual is Rh negative or Rh positive. إذا لما أنا أسوي blood typing وأعرف فصيلة دم شخص معين، لازم أعرف أولاً هل هو نوعه بالنسبة لل AB O blood group. أكو إحنا نوعين تقسيمين لأنواع الدم، عندنا ال AB O blood group، زين، ونقسم ال individual على أساسها إلى عدة أنواع، وعندنا ال Rh blood group وحنقسمها إلى Rh negative و Rh positive. نجي بسم الله الرحمن الرحيم على الاي بي او بلد جروبس. Only certain types of blood transfusion are safe. زين، يعني انواع محدده من عمليات نقل الدم هي امنه، يعني مو كل واحد نعطي دم من اي شخص ونشعر بالامان وماكو مشاكل، لا، اكو شروط معينه. ليش مو كلهن safe؟ Because the plasma membrane of red blood cells carry glycoprotein that can be antigens to other individual. إذا ال cell membrane أو البلازما membrane مع الخلايا الدم الحمر شنو بي glycoprotein يعمل كأنتيجين جسم مستغل، زين، لدم أشخاص آخرين أو عند أشخاص آخرين. شنو هذا الأنتيجين؟ الأنتيجين is any substance that is foreign to a person's body. يعني أي مادة، زين، بروتين، infectious organ، organism العفو، زين، هي غريبة عن جسم الإنسان تعتبر أنتيجين بحيث يميزها كجسم غريب. يقول ABO blood typing is based on the presence or absence of two possible antigens called type A antigen and type B antigen. إذن السيرفيس بروتين مع الـ RBC نوعين، يا أما A يا أما B، وعلى أساسها راح نصنف النوع الدم إلى عدة مجاميع، زين، احتمال على وجودها أو عدم وجودها هذه الأنتيجين. Whether these antigens are present or not depend on the inheritance of the individual. زين، إذن هاي الأنتيجينات شنو اللي يحدد وجودها عند الشخص؟ الوراثة. زين، فهسه إذن هسه هاي الصورة راح توضح لنا فكرة أنواع دم الإنسان. عندنا تايب A أنتيجين وتايب B أنتيجين، اعطيناهم أشكال مختلفة وألوان مختلفة. التايب A أنتيجين هو يكون spherical. The type A أنتيجين يكون spherical and blue color، while type B أنتيجين يكون triangular and violet or purple color. زين، الانتيجين هذه اذا موجود على الـ RBC راح يعطي
البلد تايب للشخص اللي يحملها. يعني إذا شخص كريات الدم الحمر مالته تحمل تايب أي أنتيجين، إذا فصيلة دمه هي أي. إذا شخص يحمل تايب بي أنتيجين، إذا فصيلة دمه هي بي. إذا الشخص الار بي سي مالته بيها التايب أي أنتيجين وتايب بي أنتيجين، إذا شنو نوع دمه في الحالة؟ نوع دمه أي بي. أوكي أي. بعض الأحيان الار بي سي لا بيها أي أنتيجين ولا بي أنتيجين، في الحالة إيش راح يكون فصيلة دمه؟ راح تكون فصيلة دمه أو. إذا تايب أي يحمل تايب أي أنتيجين، تايب بي يحمل تايب بي أنتيجين، أي بي يحتوي الأنتيجينز اثنيناتهم، والأو ما يحتوي ولا أنتيجين. خوش. بالمقابل زين، إحنا ليش الموضوع مو آمن إنه أنقل دم من شخص إلى آخر بدون ما أعرف النوع؟ لأنه أكو شيء بمقابل الأنتيجين اسمه الأنتيبودي. تايب أي أنتيجين أو البيرسون اللي عنده آر بي سي تايب أي أنتيجين على السيرفس مالتها وسميناه بلد جروب تايب أي، شنو بقى يحتوي بالمقابل الأنتيجين؟ يحتوي أنتيبودي بالبلازما. أوكي، المن لل بي أنتيجين. خوش، في تايب أي يحتوي عنده بالبلد مالته أنتيبودي اسمه أنتي بي أنتيبودي. وهنا نشوف إحنا هنا هو هذا الواي شيب كله هو أنتيبودي. أوكي، لكن هذه المقطع إذا كان بي أو تريانجولار بحيث يطابق البي أنتيجين الموجود على هذه الآر بي سي فسميناه أنتي بي أنتيجين أنتيبودي العفو. وإذا كان لا هذا الدائري وسفيريكال بحيث يطابق ال أي أنتيجين فسميناه أي أنتي أي أنتيبودي. فالتايب أي راح شي يحتوي على أنتي بي أنتيبودي، وتايب بي يحتوي على أنتي بي أنتي أي العفو أنتيبودي. الأي بي ما راح يحتوي أنتيبودي. ليش؟ لأنه إحنا الأنتيبودي يهاجم الأنتيجين، فإذا هو فصيلة دم أي بي واحتوى أنتي أي لو أنتي بي أنتيبودي راح تهاجم كريات الدم الحمر مالته، وبهالحالة شنو؟ بهالحالة يصير أجلوتينيشن، فهو أصلا ما عنده أنتيبودي. الأي بي ما عنده ولا نوع من أنواع الأنتيبوديز. خوش، لا أي ولا بي، لأن الأنتيجين مالته هو أي وبي. يعني إحنا ممكن نفهم من هذا الشيء وجود الأنتيجين معناها إذا أنتيجين موجود لازم الأنتيبودي مالته ما موجود. تايب أي يحتوي أي أنتيجين، إذا الأنتيبودي اللي موجودة عليه هي نوعها شنو؟ هي نوعها بي. لذلك أنا ما أقدر أعطي دم بي لأبو النوع الشخص دم أي، والعكس همينة. التايب بي أنتيجين الآر بي سي اللي تحتوي تايب بي أنتيجين ودم فصيلة بي يحتوي الأنتيبودي المن يحتوي أنتيبودي للأي، فأنا ما أقدر أعطي دم أي. بينما أي بي الشخص اللي فصيلة دم أي بي ما عنده أنتيبودي لا أي أنتي أي ولا أنتي بي، فممكن أعطي دم من أي نوع من أنواع الفصائل لأنه ما عنده جسم مضاد فما راح يهاجم كريات الدم الحمر اللي راح يستلمها. زين، أما نوع O فهذا عنده نوعين من الأنتيبودي، عنده الأنتي أي وأنتي بي، فإذا أعطيته فصيلة دم أي الأنتي أي راح تهاجم الكريات الدم الحمر وما يصير أجلوتينيشن. إذا أعطيت فصيلة دم بي لو الأو عنده أنتي بي وراح يصير عندنا أجلوتينيشن وما راح يصير تطابق. إذا أعطيته أي بي هو هم عنده أنتي أي أنتي بي وهم ما راح يصير تطابق. فالأو اللي دم الشخص الفصيلة دمه أو شنو؟ ما يستقبل دم إلا من شخص فصيلة دمه أو. لا زين، لكن إذا نريد نشوف هنا الأي بي، الأي بي ممكن ما عنده أي أنتيبودي، فإذا أعطيته بي عادي لأنه ما عنده أنتي بي أنتيبودي، وإذا أعطيته أي عادي لأنه ما عنده أنتي أي أنتيبودي، وإذا أعطيته أو هم عادي. زين، زين الشخص اللي فصيلة دمه أو ما أقدر أعطيه فقط أو. زين،
فإذا أي بي يستقبل من الأو من الأي والبي، إذا أو يستقبل فقط من ال أو زين، لأنه عنده أنتيبودي هو من لكل الأنواع، بينما الأي بي لا ما عنده أي أنتيبودي فيستقبل من كل الأنواع. أوكي، الأي من يستقبل؟ الأي يستقبل من فصيلة دم أي. ليش يستقبل من فصيلة دم أي؟ لأنه إذا أعطيته بي عنده أنتي بي أنتي بودي، وإذا أعطيته أي بي عنده أنتي بي أنتي بودي للبي. فقط الطي أي والطي أو، ليش؟ لأن الأو ما بيها أنتيجين بحيث الأنتي بودي اللي عند التايب أي هاجمة زين، والبي كذلك يستقبل من البي ومن الأو. ليش يستقبل من البي فقط؟ لأن إذا أعطيته أي هو عند أنتي أي أنتي بودي، وإذا أعطيته أي بي هم عند أنتي أي أنتي بودي راح يهاجمهن. أوكي، فأعطي فقط أو ونوعه. الأي بي يستلم من الأي والبي والأو، الأو فقط من الأو، فبهالحالة الأي بي راح نصيح له اليونيفرسال ريسيبيانت المستلم العام، بينما الأو راح نسميه شنو؟ اليونيفرسال دونر الواهب العام. ليش؟ لأن الأو يعطيهم كلهم والبي يستقبل منهم كلهم. هذا الحكي حكيناه، هذا حكيناه زين، هذا همين حكيناه شلون أعطي كل شخص شان. هسه هاي الصورة راح توضح لي فكرة الكومباتيبلتي، شلون أسوي الكومباتيبلتي زين. قول blood compatibility is very important when transfusion are done. The antibodies in the plasma must not combine with the antigen on the surface of the red blood cell or else agglutination occur. حكيناها ال anti A antibody combined with anti ويا ال A antigen وال anti B antibody combined ويا ال B antigen، فبهالحالة ال agglutination is expected إذا ال donor has A والريسيبيانت B، وبالعكس إذا ال donor is B والريسيبيانت A. هسه هاي عملية توضح نوعين من عمليات نقل الدم، صورة العفو توضح نوعين إذا أكو تطابق أو إذا ماكو تطابق. هسه هو الشخص فصيلة الدم A، أوكي، هذه أنتيجين على السيرفس مال ال RBC A، وبالسيرم عنده أنتي بي أنتي ودي. هوش اعطيته دم A، أوكي، اعطيته دم A، نقلت لعمل دم A، أوكي. لما نقلت له دم اي صار اجلوتينيشن، لو ما صار ما صار. ليش؟ لانه انا عندي انتيجين اي بينما الانتي بودي هو انتي بي. هنا هو اي، اوكي، هو اي يحتوي على انتي اي انتي بودي، وطيته دم نوع اي فصار اجلوتينيشن، الانتي بودي اتصل مع الانتيجين وصار اجلوتينيشن للار بي سي وكلومبنج. ليش؟ لانه هو الاي يحتوي البي، العفو، هو تايب بي ويحتوي اي انتيجين، وطيته اي هو اي، هو الشخص اللي دا يستلم هو نوع بي. ليش بي؟ لان دا نشوف عنده انتي بي اي انتي بودي، فاذا هو عنده انتي اي انتي بودي فهو احتمال يكون بي. طيته اي راح يصير كلامبنج اجلوتينيشن زين. حكينا هذا. هسه كروس ماتشنج، شنو هذا الكروس ماتشنج؟ كروس ماتشنج انا قبل لا انقل دم من الشخص الثاني زين أسوي عملية الكروس ماتشنج، أجيب نقطة من دم الواهب ونقطة من دم، يعني لازم أعرف هذا فصيلة دم وهذا فصيلة دم. فشنو الطريقة؟ يقول before blood can be transfused safely from one person to another necessary to physically combine donor blood with recipient blood on glass slide. يعني أجيب قطرة من دم المريض الواهب وال مستلم وأخلطهم على قطعة زجاج خارج جسم الإنسان وأشوف إذا صار أجلوتينيشن ولا لا. بهالحالة العملية شو صحيح لها؟ صحيح بلد تايب كروس ماتشنج، تأخذ يعني فيو منس دقائق. It is done before every blood transfusion is performed. قبل لا أعطي أي دم لازم أسوي كروس ماتشنج، قبل لا أعطي دم أسوي كروس ماتشنج، أجيب قطرة من دم الواهب على قطرة من دم المستلم أشوف الأجلوتينيشن صار معناها ما لازم أعطيه، هذا مو مختلف. ما صار أعطي دم وماكو إشكال. قبل كل عملية نقل دم هذا أسويه. Type of blood donation
Without cross matching performed only in an emergency when blood loss is severe and the patient's survival is at stake. يعني شنو؟ احنا قلنا التايب او ما بي انتيجين، فاي شخص اعطيه او ما حي الانتي بودي اللي بي عنده ما حتهاجم كريات الدم مال الاو، لان الاو ما بي انتيجين. فانا اذا مضطره وبالطوارئ ومستعجله والدم فقدان دم كميه كبيره واحتاج عمليه نقل دم سريعه، اعطي او على ما اسوي كروس ماتشنج. هاي خلصنا من الاي بي او وشلون اعرفها وشلون الميكانيزم. نجي للار اتش، شلون نعرفها وشنو فكرتها؟ ار اتش بلاد جروب، the designation of a blood type include whether the person has or doesn't have the rh factor on the red blood cell. اذا الاي بي او يعتمد على وجود سيرفس انتيجين، هل هو اي او بي او موجود او ما موجود. الار اتش تعتمد على وجود او غياب الار اتش فاكتور اون ذا ار مع اون ذا ريد بلس سيل. ار اتش نيجاتيف انديفيدجوال نورمالي دونت هاف انتي بودي تو ذا ار اتش فاكتور، زين، but they make them when exposed to RH factor. يعني أنا شخص أجي أشوف هذا RH negative لو positive، زين، ال RH factor موجود على RBC، زين، إذن هو RH positive، أوكي، RH negative ما موجود هذا الفاكتور، أوكي. إذا هذا الشخص RH negative وما عنده هذا ال RH factor على RBC، الدم مالته ما بي أي antibody لل RH، زين، ماكو antibody بالدم مالت. لكن إذا هو RH نيجاتيف وطيته دم بوزيتيف، زين، النيجاتيف ال RH نيجاتيف راح تكون أجزاء مضادة ضد كريات الدم اللي تحتوي على RH فاكتور، ال RH بوزيتيف يعني ماكو. فأني إيش راح يصير عند ال RH نيجاتيف؟ راح يصير عنده أنتيبودي لل RH بوزيتيف. فبالمرة الجاية إذا أتجي أعطي دم وكان هذا الدم RH بوزيتيف، هو عنده أنتي بودي لل RH positive وأنا قاعدة أعطي RH positive راح يصير agglutination. hemolytic disease of the newborn. هسه راح نحكي على hemolytic disease of the newborn. زين، أكو أطفال إحنا نسمع نقول هذا صار بي أو صفار شديد، وحتى ممكن لا سمح الله أثر على نمو عقله لأنه دم أبوه وأمه ما متطابقين، ما متطابق. بهالحالة يعني شنو دم أبوه وأمه ما متطابق؟ هاي الحالة تصير لما الأم هي RH نيجاتيف، يعني شنو يعني ماكو RH فاكتور على RBC مالتها، والأب هو RH بوزيتيف، زين، يحتوي الـ RBC مالته على الـ RH فاكتور على RBC مالته بالـ RBC، والطفل اللي صار كان RH بوزيتيف. شوف شلون الطريقة، راح نحكي على الفيزيولوجي، باثوفيزيولوجي والفيتشر والبريفنشن. باثوفيزيولوجي، if a mother is RH negative، إذا الأم كانت negative والأب RH positive، الchild اللي راح نولد ممكن RH negative ممكن RH positive. إذا كان negative ما حصل عندي أي إشكالية، لكن إذا كان positive هنا المشكلة. يقول during a pregnancy RH positive antigen leak across the placenta into mother's blood stream. هو طفل دمه موجب RH موجب وهي أم دمها RH negative. احنا قلنا الدم RH نيجاتيف ما عنده أنتيبودي لل RH فاكتر اذا ما مستقبل قبل ساعة RH بوزيتيف، لكن اذا استقبل RH بوزيتيف راح يكون أنتيبودي. فهي الام نيجاتيف والطفل بوزيتيف، بالحامل الدم مال الطفل عبر البلاسنتا وطاه دم الام، زين، هذا ال RH فاكتر الموجود على ال RBC مالتها، زين، راح شو يسوي؟ راح يخلي الأم اللي هي RH نيجاتيف تصير عندها مناعة وتولد أجسام مضادة أنتي RH أنتيبودي، خوش؟ فالأم هسه ايش صار عندها؟ صار عندها أنتي RH أنتيبودي وهي RH نيجاتيف والطفل RH بوزيتيف. بالحمل القادم إذا زين صار الطفل صار حمل والطفل هم RH بوزيتيف، أوكي؟ الأم هي شي طبيعي، الطفل يتغذى على دم الأم، فشي طبيعي دمها راح يعبر للطفل الثاني وعن طريق الحبل السري للبلاسنتا وللطفل، بالبلاسنتا العفو الحبل السري للطفل. فهاي الأم تحتوي على أنتي RH أنتيبودي والطفل هو RH بوزيتيف،
يعني يحتوي الأرشفة أكثر. فهاي الأنتيبوديز الموجودة بدم الأم راح تهاجم كريات الدم الحمر مال الطفل، لأن هي عندها الأنتيبودي والطفل عنده الأنتيجين. أوكي، فبهالحالة راح شو يصير؟ إنه راح يصير إنستركشن للريد بلس سيل مال الأنبون، الكريات الدم الحمر مال الطفل بطن الأم راح تصيرها بريك داون وإنستركشن، راح يصير هيمولسيس، فراح يصير عنده هيمولتيك ديزيز أوف ذا نيو بورن. ليش؟ لأن الهيمولسيس يبدي in the womb and continue after the baby is born، يبدي أول ما بطن أمها ويكمل بعد الولادة. شنو الكلينيكال فيتشر مالته؟ شلون نعرف هذا البيشنت عنده الهيموتيك ديزيز اوف نيو بورن؟ يقول due to red blood cells destruction، هاي كرات الدم الحمر صار بها destruction، فالبيبي will severely anemic، راح يصير فقر دم حاد جدا لان كرات الدم الحمر مالته صار بها destruction. excess hemoglobin breakdown of products in the blood can lead to brain damage and intellectual disability or even death. خوش صار destruction بالار بي سي، واحنا اخذنا الميكانيزم مال الميتابوليزم مال الهيموغلوبين شلون راح بعد ما يصير ديستركشن الار بي سي وراح يروح الهيم وراح يروح للجلايكوبروتين. ف الاكسس هيموغلوبين بريك داون، لما يصير بريك داون للهيموغلوبين بالدم راح يروح للدماغ وراح ياثر على الدماغ ويسوي تلف بالدماغ وياثر على القدرات العقليه للطفل وحتى ممكن وفاه. شلون امنع هذه الار اتش انكومباتيبلتي وهيموتيك ديزيز اوف نيوبورن؟ يقول The problem is prevented by giving Rh negative woman an Rh immunoglobulin injection no later than 72 hours after giving birth to an Rh positive child. يعني هي أم Rh negative وزوجها Rh positive ولدت طلع الدم الطفل عفوا Rh positive، فتوقع إنه دم الطفل Rh positive النقل لها بعد الولادة. أنا شلون أمنع إنه يصير بجسم الأم أجسام مضادة وتضر الطفل القادم؟ أعطيها أنتي آر إتش إميونوجلوبين، أعطيها أنتي آر إتش، صحوا له أنتي دي إحنا بالمستشفى، أنتي آر إتش إميونوجلوبين إنجكشن حقنة خلال 72 ساعة من الولادة قبل لا يبدي جسمها يكون أجسام مضادة للآر إتش فاكتر. يقول this injection contain آر إتش antibody that attack any of the baby's red blood cells in the mother's blood before these cells can stimulate her immune system to produce her own antibody. يعني أثناء الولادة وتطلع البلاسنتا دم الطفل راح يعبر من الطفل للأم، فالأم لما نجيها دم بوزيتيف وهي Rh نيجاتيف راح تبدأ تسوي أجسام مضادة، فأني قبل لا هي تكون أجسام مضادة وتهاجم كرات الدم مال الطفل أنا أعطي أجسام مضادة تهاجم كريات الدم مال الطفل اللي نقلت للأم أثناء الولادة وأسوي لها destruction وأخلص من إنه الأم تكون antibodies. بالحالة الأم ما حصل عندها antibody والحمل القادم إذا كان الطفل على Rh positive يكون سيف. فالمهم كلش الوقت خلال 72 ساعة. هسه نجي على آخر موضوع بالكارديوفاسكولار سيستم هو الهوميوستاسيس، المحافظة على السلام الداخلي أو النظام الداخلي للجسم. أوكي، the organ systems of the body interact with the cardiovascular system to maintain homeostasis. يقول كل أعضاء الجسم تتفاعل مع الجهاز الكارديوفاسكولار سيستم على مود تحافظ على homeostasis أو تحافظ على الجسم ونظامه. شلون؟ زين هاي الصورة توضح كل سيستم شنو دوره بالنسبة شلون يتفاعل مع الكارديوفاسكولار سيستم ويحافظون على هوميوستاسيس. اوكي، هنا يقول انه الهارت pumps the blood، البلد vessels transport oxygen and nutrient to cell of the all organ and transport waste away from them. The blood clot to prevent the blood loss. The cardiovascular system specially helps the other system as mentioned. هسه كل سيستم شو راح يكون دوره بالمحافظه على الهوميوستاسيس؟ اولا الليمفاتيك سيستم، the body's internal environment contains not only blood but also interstitial fluid. Interstitial fluid originate from blood plasma but contains very little plasma body. اذا انا داخل جسم الانسان مو فقط اكو دم، اكو interstitial fluid. الانترستيشال فلويد منين جاي؟ جاي من البلازما، لكن البلازما اللي تتناضح من الكابيلاري
وتروح للانترستيشال سبيس في الاحصاء انترستيشال فلود ما تحتوي على اليمن على البلازما بروتين، قلنا لان المولكيولز السايز مال المولكيول مال البلازما بروتين يكون لارج بحيث ما يقدر يعبر من الكابيلاري وول. انترستيشال فلويد از ابزوربد باي ذا ليمفاتيك كابيلاريز، اذا عبر البلازما بالتناظح من الكابيلاري للانترستيشال فلويد هذا السائل، وصار انترستيشال فلويد من يجي يلم هذا الانترستيشال فلويد اللي من الليمفاتيك سيستم او الليمفاتيك كابيلاري الاوعيه الشعريه الليمفاويه. ورا ما لمت الاوعيه الشعريه الليمفاويه ات از ترانسفير تو ذا ترانسفير تو از ليمف، راح يتحول الى ليمف. خوش الانترستيشال فلويد راح يتحول اسمه الى ليمف، هذا الليمف راح يمر خلال الليمفاتيك فيزلز وبعدين ريتيرنينج تو ذا فينوس سيستم، يرجع لجهاز الدوران الى الاورده. خوش في هالحالة الكارديوفاسكولار والليمفاتيك سيستم انتيميتلي لينك. اوكي علاقة الكارديوفاسكولار بالليمفاتيك سيستم انه بعد ما يصير يطلع الانترستيشال فلويد من الكابيلاري يدخل الانترستيشال سبيس يجي الليمف يجمع الانترستيشال فلويد الليمفاتيك فازلز عفوا وتجمع الليمف وتحوله الانترستيشال فلويد تحوله الى ليمف وتنقله للفينوس سيستم. قلنا احنا السيستم الجديد اللي راح نشرح عنه هو respiratory digestive system. The homeostasis is possible only if the cardiovascular system delivers oxygen from the lungs as well as nutrients from the digestive system to the interstitial fluid surroundings. فإذا respiratory system ما يشتغل وما يجيب الأكسجين والdigestive system ما تشتغل وما تجيب النيوترينت، إذا cardiovascular شو راح ينقل الأكسجين والنيوترينت للجسم؟ ما راح يقدر. ففي هالحالة أكو تناغم وتناسق بين cardiovascular و respiratory و digestive systems. زين simultaneously the cardiovascular system remove metabolic waste product and delivering waste to excretor organs. اوكي شنو دور ال cardiovascular system بالنسبة لهذه systems؟ انه system هذا ال cardiovascular system يشيل المواد ال waste product زين ويوديها لل excretor organs الأعضاء المسؤولة عن طرح المواد الصغار. السيستم الآخر هو المسكولار سيستم. Three components of the muscular system make essential contributions to blood movement. أوكي أكو بالمسكولار سيستم أعضاء مهمة تساعد بحركة الدم. شنو هاي؟ أولا cardiac muscle contraction. شرح إذا قلص القلب راح يصير يحصل circulation للبلد throughout the body. Contraction or relaxation of smooth muscle in the blood vessels wall change vessel diameter and help maintain the correct blood pressure. خوش اذا انا عندي وش cardiac muscle بعدين smooth muscle موجودة بال wall of the blood vessels تقلصها وانقباضها يساعد على تنظيم ضغط الدم. واخر شيء هو the skeletal muscle contraction compresses both cardiovascular and lymphatic veins. اوكي راح تضغط عليهم راح شو يسوي؟ راح يرجع الدم والليمف للكارديوفاسكولار فين، وفي هالحالة الكارديوفاسكولار درين باك تو ذا هارت. اوكي فالليمف ريتيرن تو ذا كارديوفاسكولار فين، بلاد ان ذا كارديوفاسكولار فين درين باك تو ذا هارت، في هالحالة سيركوليشن مال انترستيشال فلويد بلاد از كومبليتد. زين فالمصل دورهن اولا المصل موجودة بالقلب كونتراكشن مالتها يضخ الدم، السموث مصل موجودة بالبلاد فيزل وول راح شو يسوي؟ تحكم في نظام ضغط الدم. واخر شيء زين السكيلتال مصل الكونتراكشن معناته راح يسوي كومبرس للبلد فيزل وتدفع الليمف والبلد الى ابو اتجاه القلب، فالليمف راح يتجمع يروح الكارديوفاسكولار فين والبلد اللي موجود بالكارديوفاسكولار فين راح يروح للقلب. اوكي ويصير له ريدستريبيوشن بعدين يعيد توزيعه. بعد شنو عندي؟ عندي السكيلتال والاندوكراين سيستم. Skeletal and endocrine system are vital to the cardiovascular homeostasis. مهمات كلش. شلون؟ Red bone marrow produces blood cells. Okay. قلنا إحنا red bone marrow وين موجود؟ بالأطفال بكل ما العظام تقريبا، لكن بالكبار موجود باللونج بونز. زين. Red bone marrow produces blood cells. Without the needed blood cells. The person become anemic and lacks an immune response.
إذا ما كان البون مارو الهاي البلاست سيلز ضرورية، أوكي راح الشخص يصير عنده أنيميا والمناعة مالته تضعف، لأن إحنا قلنا إن الوايت سيلز مسؤولة عن الديفنس، واحدة من الفانكشنز الكارديوفاسكولار سيستم هي الديفنس. زين إن أديشن بونز كونتريبيوت كالسيوم أيون تو ذا بروسس أوف بلاد كلوت. بالبلاد كلوتينج واحدة من السيلز اللي تحول بها البروثرومبين إلى ثرومبين تحتاج كالسيوم. فالكالسيوم من يجي؟ يجينا من العظام خوش. فالكالسيوم مهم لعملية البلاد كلوتينج. Without blood clotting, bleeding from an injury can be fatal. أي injury حتى لو كان simple مثلا، أوكي مثل skinning any جلغة واحد يقعد تنجلغ الركبة مالته يظل ينزف لحد ما لا سمح الله يصير ديت إذا ما عندي clotting. Both blood cell production okay bone calcium release are regulated by hormones. إذا نجي على endocrine system. Once again, the endocrine system cooperate with the cardiovascular system. إذا السكيليتال يختلف طبعاً عن المسكولر. المسكولر العظم، السكيليتال الهيكل العظمي. فالسكيليتال وظيفتين، أول شيء red blood مرو يعطينا البلاد سيلز اللي هي تسوينا البلاد، بالنسبة للريد بلاد سيلز تسوينا البلاد، وبعد البلاد سيل انفكشن إنه الدفاعس ومناعة. إذا ماكو ريد بلاد سيل أنيميا، وإذا ماكو وايت بلاد سيل يقل النسبة. بعد مهم السكيتر سيستم بيمن انه البون يطلق كالسيوم، الكالسيوم مهم عملية الكلوتينج. الاندوكراين شن دوره؟ نقول انه البون ان نلصر البرودكشن والبون كالسيوم ريزنيات يعتمد على هرمونات محددة بالجسم اليورينال سيستم. We must not forget that the urinary system has function besides producing and excreting. يعني اليورينال سيستم مو مهمته الوحيدة هو ينتج ويطرح الإدرار، وإنما شنو؟ أولاً regulate the acid base and water salt balance of the blood and interstitial fluid. مهم بعملية المحافظة على الوتر salt والacid base balance. زين بحافظ على البي اتش المطلوبة داخل الجسم. شغلة ثانية الكدني إذا صارت هايبوكسيا وقلل نسبة الأكسجين بالدم راح تتحفز تعطيني الإرثروبروتين اللي هو هرمون produced by the kidneys to make the red blood cell production. Okay. The urinary system joins the muscular system, skeletal system, endocrine system to maintain the antenna and heart. فهمت؟ سوى صار. وشكرا جزيلا.